عندنا لك مفاجأة صغيرة، يعني يا رب إن شاء الله إن هي تعجبك، وعايزك تعلق عليها بعد ما تشوفها. جوبي لي لا ميم لو كوتش صوفيا لي تو فوالا تو سويت بون كوراج مون فخير تو لي جوب تو سويت بون كوراج بون كوراج مون فخير بون كوراج ايو راس مونتيكو ايو بون كوراج. دي كانت المفاجأة اللي أنا قلت لك عليها، كنت تتوقع ان احنا نعمل لك مفاجاه كده من اللعيبه اللي انت قضيت معاها موسم، واللعيبه زي ما انت قلت كانت زي عيلتك وقضيت معاهم اوقات جيده. هل مبسوط من المفاجاه دي؟ كنت متوقعها؟ نو جي با بانسي ا سا. لا ما توقعتش ده ابدا. طيب تحب تقول بعد ما شفت رساله طيبه ورساله فيها حب من لعيبه مولوديه الجزائر بعد ما انتقلت للنادي الاهلي، تحب تقول لهم ايه بعد ما هم قالوا لك كلام اعتقد ان هو كلام طيب جدا، وده بيدل على مدى العلاقه الطيبه والمحترمه ما بينك وما بينهم؟ vraiment ça ça a été un grand plaisir pour moi de les voir me souhaiter. طبعا بشكرهم جدا وبقول لهم انتوا كنتوا عيله ثانيه ليا، بشكركم على الدعم وان انتوا يعني بتمنوا لي الحظ السعيد في فترتي الجايه، وبشكر قناه النادي الاهلي على الفيديو ده اللي خلاني سعيد جدا. انا سعيد فعلا. Je suis content, je suis ému. Vraiment, ça me va droit au cœur.